أوه يا سلام، صباح الخير. أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم أجمل يوم بالعالم، لأن اليوم أنا بدي أصطاد السمك. والآن الدنيا العصر، وبعد 3 ساعات راح يأذن آذان المغرب، لهيك أنا لازم أصطاد السمكات بسرعة. يلا يلا، هيني أنا نازل بي ونزلت من الطيارة، وهيني أنا جالس بهبط على الكرة الأرضية. أي في شخص هناك، مرحبا. إيه أهلا وسهلا يا حبيبي، دير بالك تنزل بالمية، هذا المكان خطير يعني. اي ما بقدر اتحرك، ما بقدر. هي اول ما انزل على الميه لاني ما بعرف اسبح كويس، بتساعدني؟ طيب يلا يلا، انا قادم بيو، بدي اساعدك يعني. والله غريب، انت ليش اخترت هذا المكان للهبوط؟ اي وي اي إيه؟ ساعدني ساعدني ساعدني. يلا يلا، الرياح زاحتك والله، لانه معك مظله. اطلع اطلع من هذا المكان. هي ممكن انه انت يلا تساعدني، شكراً. لانه باقي لاذان المغرب وقت قليل ولازم اصطاد السمك انا. ايش بدك يعني اصطاد معك السمك؟ طيب ماشي، انا موافق. يلا بنجيب لك السمكات بسرعة، علشان بدي اروح بعديها وبدي ارجع على البيت. ماشي يلا، لانه راح يعني عملية الطبخ تاعتهم راح تستغرق وقت طويل. يلا بسم الله بسم الله. ليش ما في سمك؟ ممكن لانه هذه بحيرة صغيرة. يا الله ما في سمك، بدي انزل وبدي ادور عليه بحالي انا. طيب يلا دور دور عليه. وينه وينه؟ يلا هاي في سمكة شكلها جاي لعندي. اوه طلع طلع طلع، يا سلام، بوم، اصطاد سمكة. واو شو هاي السمكة؟ هاي ساعدني ساعدني، غرقت غرقت. اطلع اطلع اطلع، شو هذا؟ ايه في صندوق هون، خليني اجيبه. تعال تعال، هيني بدفعك مع الصندوق. والله غريب. ايوه ايوه طلعه، شو هذا الصندوق بداخله؟ افتحه. إيه؟ شو هذه الخريطة؟ خريطة كنز، هاي بينه، شوف وين العلامة. خليني اتفرج. واو شو هذا شو هذا؟ هاي خريطة. تعال وراي تعال، انا بعرف القراصنة وهي الشغلات لانه انا مغامر. يمكن هذه تكون لعبة ما حقيقية. لا والله يمكن تكون حقيقة. خلينا بحكي انه لازم تقترب من هون من هون من هون. استنى استنى، طلع طلع، مكتوب هون. مو مكتوب هون، هاي علامة اكس، ولكن هون مكتوب ممنوع الاقتراب. هاي خلص خلص، هات الخريطة وخليني بدي ارجع اصطاد السمك انا. ايه لا تروح لا تروح من عندي، بترجاك خليك هون. استنى شوية، لازم احنا اول شي نحفر. تعال شو اللي نحفر؟ هات الصندوق. خلص اقول لك بدي اروح اصطاد لحالي، احفر انت. تعال لهون، لا تروح انت لا تروح، تعال معي تعال، بدنا نحفر هون بحكي لك، بدنا نشوف اذا في كنز ولا لا. اوف شو كنز؟ ما كنز، ما في اشي. شو هذا؟ لا تنزل، دير بالك. وي يلا انزل انزل، في صناديق، تعال لا تخاف. شو هذا؟ ايه كيف راح نطلع من هذا المكان؟ اوه إيه؟ هاي بداخل الصندوق. واو. في ساعة، استنى، وانا كمان طلع لي الساعة، عليها الزير. شوي والله الساعة غريبة كتير، عليها الزير. استنى جرب اضغطه انت الزير، اضغط اشوف. 1 2 زر زر زر، شو هداي؟ ايه انتقل يا حبيبي، والله غريب كتير كتير. خليني انا اضغطها، بوم، ما صار ولا اي اشي. كيف هو يعني ضغط واختفى؟ استنى شوية، ليش هيك شكل ايدي كأنه تغير؟ ايه اي لا رجعوني. هي صاحبي وين انت؟ لساتك بالحفرة؟ ايه انت بالاعلى بينك، يا الله. تعال شوف، هيك هيك، انت شو صار فيك؟ بسم الله، انت شكلك تغير وشكلي انا كمان والله تغير. انت... هي اصطادني واو اصطادني. تعال اطلع انت، ليش ما طلعت لفوق؟ ليش؟ ايه ما بعرف والله، لما ضغط على الزر فقط يعني هيك تغير شكلي. خلاص هلا هلا بجيبك لهون، بي وخد لك هاي البلوكات. يلا بدك خلينا اكسر، خد كسر كسر وجمع. اعطيك ده هاي كسر انا واعطيك، بدي اكسر واجمع. هاي حطيت واحدة، بي يلا يلا، هاي طلعت. شفت كيف سويت لنا انت مشاكل يعني؟ والله انت كل المشاكل منك. شو هاي الساعة؟ طيب ليش هيك غيرت اشكالنا؟ هقول لك شغلة، كيف بدهم يعرفوا علي ابونا وابننا الان؟ انت عصبتني كتير كتير، فقط جبت لي مشاكل يعني. انا بدي ارجع لمنزلي، خد هذه السمكة وما بدي اياها، وخد هذه الساعة تاعتك. يلا بدي اضلني راجع انا لمنزلي. ما بدي السمكة، تعال لهون، بدي الساعة هاي لانها حلوة شكلها، وخد السمكة لك، بديش اياها منك. ابعد عني. ايه استنى شوية، هذه الصورة والله مثل شكلك ومثل شكلي بالضبط. والله شو هيدا الصدفة؟ طيب يمكن هذا بده الساعة، خلص ارمي له اياها. شو والله ترميها؟ ما صار ولا اشي. اوه في بالتحت زير، وهي في كمان هوني شخصية تانية. صراحة هذه شغلات غريبة عجيبة، والاشي الاغرب والله انه هذا على ايده الساعة وانا في زيها على ايدي، وانا كمان في زيها على ايدي. طيب خلص شرك انا وياك يعني الاخر مرة نصير اصدقاء. ما بدي كمان ارجع للمنزل، نرجع ننزل. ما بدي، تعال لهون يا ولد، بدي ادفعك جوا. تعال لهون بي، وانا كلب كمان انت بدي كلب اجي يا معك. حبيبي شو اللي عملته؟ ليش دبيتني هوني؟
اسكت يلا، ما بدك تصدق انا عادي بكبس اول، انا ما بخاف زيك. يلا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة ثلاثة أربعة، هذا بيسوي لنا مشاكل كثيرة. يلا خليني بدي أضغط، بوم، هيني انتقلت. شو هذا المكان اللي أنا فيه؟ واو، هي في كمان من هذه الصور نفسها مكتوب عليها بن تن، والله إشي غريب كثير كثير. الحمد لله إنه أنا اتخلصت من هذيك الولد. آخ شو هذا المكان، بسم الله، وين أنا؟ مين أنت؟ يما يا حبيبي يا حبيبي، أنا لسه هلأ كنت بحكي الحمد لله إنه تخلصت منك، أم جيت لي استنى شوية. شو جابك انت هون؟ انت جيت لعندي، انا كبست اول فكرتك ما رح تيجي عندي. طلع هي هون علم دولة فلسطين، انا بحب هذا العلم كتير كتير، وكل واحد بحب علم دولة فلسطين وبدعمها. يضغط لايك ويشترك بالقناة، والكل يكتب تحت التعليقات تحيا دولة فلسطين. واو بس طلع طلع، هي هذا بتوقع انه احنا اولاده، لانه شوف هذا بنتين كبير وهون بنتين كبير. آه بس والله. احنا وين موجودين؟ تعال نتفرج وين موجودين. فضائيا احنا شكله هيك صرنا من المخلوقات الفضائيه او اشي غريب. آه والله ماني عارف. واو إيه؟ يا هلا ويا مرحبا، يلا اجوا الضيوف اجوا الزوار، اهلا وسهلا فيك يا بنتين الصغير. يا سلام في اثنين بنتين. إيه؟ واو والله انك انت عملاق وقوي كتير. انا الاصلي، هو الكذبي انا الاصلي. ايه اسكت، توقف. مين اول واحد كبس؟ انا اللي هو الكبس، انا اللي وجدت الكنز. البنتين الاصلي راح يتحول للفضاء الناري، اما بنتين الكذبي راح يضل لونه اخضر. إيه؟ ايوه يلا انا راح اتحول، انا يلا حولني للفضاء الناري. يلا متى نتحول؟ يلا خلينا يلا نتحول، واحد نتحول الان. اثنين ثلاثة تحولوا. ايه ييه. انا الاصلي. مين تحول؟ ايه انا اللي تحولت يا غبي، شايف انه انا الاقوى والاصلي لانه انا اللي كبست على الزر اول وانا اللي وجدت الكنز. يا حبيبي انا مو الاصلي يعني، هي شو هذا؟ هي اسمع علي، مو مشكلة، لحتى تصير اصلي لازم انت تسوي شوية مغامرات وشوية تحديات والغاز. يلا يا بنتين انت الناري، بدي اياك تروح من هذا المكان، وانت يا بنتين الاخضر خذ من هذا الصندوق جناح الطيران وروح الى المدينة، اتدرب وقوي نفسك وارجع لي بالليل، وبعديها انا بجرب احولك للفضاء المائي مثلا. طيب ماشي انا موافق، خليني اشوف، هي في جناحين طيران، خذ واحد لإلك انت. طيب اسمع طيب اسمع اسمع، تعال تعال خده خده. ايوه اي ولك يا كلب يا فضائي يا فضائي، ده تبني على الارض. يلا خدك هاي. نعم الان ما في الا بنت واحد ولا هو انا، والان انا بدي اروح على هذه المدينه لحتى اقوي نفسي مثل ما قلل لي هذا الفضاء العملاق. خليني بدي اضلني رايح الى الكوكب الوردي، هذا مبين انه بداخله ناس طيبين وفتيات حلوات كثير. يلا خليني بدي اشوف، ايه شو هذا؟ انا عم بشوف خنزير بتحرك. يا حبيبي خلص خلص، ما بدي اروح انا، بدي اسمع شو بيقولوا. يلا يلا خلص بكفي، يلا يا رجل الخنزير الغبي، روح جيب لنا البشريين علشان نحطهم بداخل المنزل. ما بدي، انا نعسان انا نعسان، تعبان كثير كثير. ايه سامع انا صوت ولد هيك اشي بتحرك بالاعلى. كشفوني بسرعه بسرعه، خلص بدي اروح بحالي، بدي اجيب البشر انا. انت ما بتفيد ولا باي اشي. وين حبيبي مش مريحه؟ طلعت هادي طلعت يا حبيبي، بدي ادخل على الكوكب تاعنا بسرعه، بدي اتخبى. يا رب ما تشوفني اتخبى انا ورا هذه الملابس، والله اشي غريب على الاخر. شايف حركة هناك؟ شو هذا الكوكب الأخضر؟ ومين هذا العلم؟ شكله علم السودان. هاي انت شايفك شايفك متخبي ورا، هاي عيونك مبينين. اوف شفتيني، هاي اسمع علي، انا هو بنتن البطل الخارق، وانا سمعتك بتحكي انك انت بدك تسوي اعمال شريرة مع البشر. ايوه اكيد، لانه هاي يا تعالي تعالي يا اختي تعالي بسرعة، في خبر مهم. انزل لهون، انت بدك تسمع الخبر المهم كمان. يا سلام بسرعة، هيك جبت البشر، هذا راح يكون وجبة لذيذة على الآخر. والله شكله لذيذ، بس شكله هو ذكي كتير، شو رأيك أول إشي نمرره على مجموعة التحديات بعدين نقتله؟ يا حبيبي أنا ما بدي لا تحديات ولا أي إشي. الشغلة مو باختيارك، أنت ما بتختار، أنت فقط بتقول سمعا وطاعا، وإلا راح تصير مثل هذه الهياكل العظمية اللي وراي. ايوه ايوه خلينا، بدي اقص جناحه هذا بلاش يورب، خذ لك هاي. لا لا اخ لا تقصي لا تقصي، هي اسكت فيه، وقصيت وقصيت كل الاغراض اللي معك. اوف يا الله شو هذا؟ ايه بيتزا، انت مفطرين رمضان ولا شو؟
نعم اكيد يعني احنا بدنا نصوم. ايه هذا سباق بالاكل، اللي بيخلص الاكل اول بيفوز. طيب يلا كل واحد له هذا الخط، واحد اثنين بدي ابلش قبل، يلا اثنين يا غشاش يا غشاش، والله لأذبحك بطريقة شريرة كتير انك انت غشاش. ما راح تقدري اصلا، انا راح تجيني خاصية واتحول لفضائيين اقوياء على الاخر. ايه خلصنا مع بعض، ما بتقدر انت ولد صغير، اترك من ايدك ولا تضلك تلعب. يلا بدي اقتلك بيو، تعال اثبتي اثبتي يا حبيبي. ايه شو هذا ليش بس يا ولد، والله بتغضبني الان وبتكسر راسك تكسير. طب خلص 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 لا تلعب غلط، انا الان بدي اتحداك في التحدي الثاني. سمعت انه بيحكي الدايموند اقوى من الجولد، عشان هيك بدنا نجرب نكسر مع بعض ونشوف مين الاسرع. طيب يلا يلا، هاي هذا البيكاكس وهي انا، بدي اكسر الدايموند هاد. لا لا بدي اكسر الجولد انا. طيب يلا كسر كسر، خلينا نشوف مين اسرع، الدايموند ولا الجولد. طلعوني من هذا المكان، طلعوني، انا ما سويت ولا اي شيء. اسكتوا انتوا اسكتوا، بلاش الان اغضب بزيادة واعذبكوا. احنا راح نجرب عليكوا الاقواس. ساعدني ساعدني يا ولد، حرام حرام. هي اسكتوا اسكتوا، لا تطلعوا صوت. الله انا شو التحديات هذه والبطيخ. هي خلصت قبليك. انا طلع الدايموند اسهل من الحديد ومن الجول. هي في كمان واحد كان متخبي في هذا المكان. يلا طيب يلا، تعال الان خذ القوس تبعك وبدي اشوفك اذا انت قوي بالتحدي في الايش، في التعيين ولا لا. طيب يلا خليني بدي اضرب انا. مين 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 هي هذا؟ يلا ليش هيك صيح؟ شو هذا شو هذا شو هذا؟ والله شيء عجيب غريب. اي لا 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 تضرب، اي اي لا تضرب حرام. اي يلا اضرب الفتاة يلا. آي يلا آي ايه كيف بصيح؟ والله حرام، خلص انا ما بدي اسوي اعمال شريره. إيه؟ بدي اقتلك انت، يلا خذ. انا طيب شو بدي اسوي فيك؟ بدي احطك جوا، ما بدي احبسك. ما بتقدر ما بتقدر، خذي هاي خذي هاي بدي اطلع. ايه هيني هربت يلا هربت. مش هيك سادة، تعال لون وين هو، خذ لك هاي بدي ادلك جوا. لا لا يلا يلا بجرب عليك القوس. خذي هاي انا بدي اقتلك، خذي هاي تعال اسف. خذ لك هاي. وعلى عهدي على ديني على ارض تلاقيني، انا اهلي لافديهم، انا دم اسرائيلي اسرائيلي، طبعا انا هو البوكسيبول اسرائيلي، وانا بعيش في هذا المكان الاسطوري الخرافي مثل ما انتم شايفين. احنا عنا صواريخ، عنا دبابات، وعنا شغلات اسطوريه كتير. وهي هون. هي هي تعال تعال لهون، تعال يا صديقي بوكسيبول الصغير، تعال نحكي لك شغله. نعم انت يعني بتدافع عن هذا الكوكب كتير، وبتضلك دائما تغني لنا وتحكي لنا شغلات حلوه، بس بصراحة اليوم مش حاس انه رح يكون بخير، وحاس رح احنا يصير فينا شغلة مش كويسة. ليش هيك حاسس؟ غريب والله، مع انه يعني هاي هيك الشمس طالعة والجو. ايه شو هذا؟ ما بعرف ما بعرف، حاس انه اليوم رح يصير اشي مش طبيعي. شو مالك ايش فيه؟ ما بعرف والله، شفت هيك كأنه لا يمكن هذا عصفور، ما بعرف. خلاص انسى انسى اللي انا يعني ما في ولا اي اشي، والدنيا حلوة على الاخر. ويلا انا بدي اضلني داخل الكوكب، مع السلامة. طيب يلا روح روح، دير بالك بس دير بالك. شو مالك؟ استنى ارفع ارفع ايديك ارفع ايديك، تعال تعال توقف يا ولد. في واحد هون، امسكه امسكه. لا 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 ما بدي ما بدي، تركوني تركوني بحالي تركوني، ما بدي ما بدي. تعال هون تعال، واقف مكانك واقف يا ولد، لا تتحرك ولا انا راح امسكك بالزنبرك هذا لانه ايدي طويله كثير. استنى بدي اقص له جناح الطيران، خلينا اقص له جناح الطيران. لا لا تركوه، لا ليش هيك يا اشرار؟ حطه بالحبس، حطه هذا حمار. نعم يلا بدي احطك بالحبس، ولكن اول اشي اعترف مين انت وليش جيت على هذا المكان. لا انا هو رونالدو، انا بصراحه بكره هذا المكان وجيت علشان ادمره. جيت عشان تدمره؟ طيب عشانك تدمره راح يكون مصيرك السجن، تعال مو هذا المكان. ايه بدك تحطني كمان برا؟ ما بدي، برد كتير هون وفي وحوش اشرار مخيفين. نعم هدول الحراس راح يحرسوك، وهذا السجن عليه حمايه كتير كبيره، مستحيل انك طيب تطلع. طيب خلاص راح ابقى بهذا المكان، والله كثير انا زعلان زعلان على الاخر. يلا هي يا اخوي بدي اياك تحرسه كويس كويس ماشي. طيب طيب ولا يمك انا بتطلع عليه وفي حراس كثير وان جالسين بيراقبوا فيه. طيب يلا وخليني انا بدي الان ادخل على كوكبنا تاتاتاتو. هاي هوني صورتي انا وهي صورتي الثانيه، وخليني الان انا بدي انام على هذا السرير لانه الدنيا صارت نهار، انا يعني بنام بالنهار وبالليل بستيقظ بسوي الاعمال الشريره. نم 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 نم. ايه شو هذا؟ مين بيفتح الباب؟ ولكم امسكوه امسكوه السجين، هرب 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 الولد هرب. ايه
شو هذا الصوت يا حبيبي؟ مين سيدي هذا؟ اخوي بتكلم. هي ايش في؟ ايوه هنا اخذت الجناح مره ثانيه، اعطيني اياه زيك من ايدك. يلا بضلني هارب. هي. امسكو 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 امسكو. تعال تعال. ايوه طخه طخه طخه. موته موته. وين راح يا حبيبي؟ استنى. يلا بي ومع السلامه. توقف. اين انا طاير؟ ما راح اصيده. بوم. لا ما راح تقدر ما راح تقدر. يلا يلا مع السلامه يا اخي. اجوا على هذا الكوكب. باي. ضارب جوا. اوف دخل الداخل. روح روح امسك روح. لا تخلي يهرب ولا راح اغضب كثير واكسر المكان تكسير. طيب يلا يلا خلص هيني بدي اضلني رايح. هي الصاروخ دخل فيني. بدي الان انا ادخل للكوكب تاعي وبدي اجيب جناح الطيران. بدي افتح الصندوق. يلا هيني جبت الكبسولات الزمنيه وجبت كمان جناح الطيران بيه قبل لا يهرب من الكوكب الاصفر. بدي اضلني رايح عليه. هي مرحبا. هي ارفع يا ايدك ولد. دير بالك. اخ يا راسي. مين هذا يا بابا؟ ليش رافع المسدس؟ والله ما بعرف. خلاص لا تطلع علي، هذا شرير كتير. انا كنت محبوس عنده. ايه ليش لحقتني لهذا المكان؟ ليش هيك انت شرير؟ اوه والله كويس انك هربت. يعني كان فيا فقط انت موجود بالسجن، اما الان راح تكون موجود بقلبه انت والصغير هذا. ابتعد عنه ولا تطلع عليه يا شرير. راح احميك راح احميك. لا تخاف يا ابني. لا راح تقدر. اطلع 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 على الارض. لا تخليه يشوف. شو هذا اللي عندك بالكوكب يا حبيبي؟ انا عم بشوف صور. هاي الالعاب لإله لصغير، وانت ما لك مكان حتى تلعب هون لانه انت مش صديق ولا بعرفك. اسكت ما لك دخل. انا اسرائيل وقوي وبسوي ايش ما بدي. هلا ايش في هون؟ اوه تحدي الاختلافات ما بين الصور. خد لك الاختلاف. طلع كيف هون العصفور هيك واقف على المظله بس هون طاير. اوه طيب خد لك هذا الاختلاف. اطلع هون في شمس وهناك ما في شمس. طيب طيب معناته خد لك الاختلاف. اطلع هون في عصفور بيطير عند البحر بس هون ما في. اوف طيب خد لك الاختلاف. اطلع هون في عصافير كتير بيضاء اما هون ما في الا واحد، وشكل الغيوم شكل تاني. اه والله صح كلامك. طيب اطلع كمان هوني هاد القلعة الرملية عليها علم بالمنتصف، ولكن هوني عليها العلم باليمين. اوه طيب طيب اطلع هاي المظلية، يعني هون اكبر وافضل اما هناك اصغر. ايه اه والله صح كلامك. كون اكبر شوية. خلاص سي ما بدي العب الصورة الثانية. يلا قدامي على السجن امشي. اي ما بدي اروح على السجن. شو ما صار خد لك. طيب اذا ما بدك زي ما بدك. انا بدي اخذ صغيرك يا بتجي تنقذه. إيه؟ لا يا لا إيه؟ اخ اخ يا حبيبي. شو هذا خلينا نطلع طاير زي هيك. ما بدي تاخده. تعال معي. والله لك يا حبيبي طلعوني من هذا المكان. يلا حطيت الصغير. بدي اخذ والله لنحط وفجر المكان تاعك. لا راح تقدر من مرة. يلا خليني على السريع بدي اضلني طاير زي هيك. بوم ومكانك انت. جبته ولا ما جبته؟ نعم جبت الصغير. يلا بالسجن. هي جيب بابا. انا ما بدي اضلني بهذا المكان لحالي. والله بخاف كثير كثير. اصحك اصحك تجيب ابوه بلاش يغضب بعدين. خلاص كل واحد له مكانه. هي انا بتطلع عليك. خد لك هاي خد لك هاي. والله لا دمك تتنيها. يلا ما راح تقدر. بدي اقنصك بالقناصه. تعال اقول لك بدي اجي عندك. من وين جبت هذا السلاح لضيف؟ تعال. انا جبته لانه انا قوي كثير وغني. تعال لك هاي. يلا 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 انا بدي اذبحك. اخ اخ لا 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 سلاحي. قرب لو نقرب. خد لك هاي. تعال قرب قرب. دهرب دهرب دهرب. هي يا دوله فلسطين اعطونا اسلحه اعطونا اسلحه. دهرب دهرب لجوا زي هيك. دخل للداخل بدي اجي لعنده. تعال يلا جيتك جيتك. وينك يا جبان؟ وينك وينك؟ تعال خدك هاي خدك. هاي مين انتو؟ شو هذا شو هذا؟ مين هذا الكلب الصغير الجالس بطلق؟ ها بوكسبو الشرير. هاي انت رح اعطيك طاقة قوية كتير رح تقتل البوكسبو فيها بضربة واحدة بايدك. اسكت خدك هاي. يلا وانت كمان موت. هاي قتلته؟ ما بدي اموت انا. حكالي بده يعطيني ضربة قاضية فقط بضربة واحدة انت تموت. جاهز عشان انت اجربها عليك. واحد اثنين ثلاثة. خدك يا اخ.